السائل المحيط فيه، ولما يخلق كمان ويبلش عم يرضع، إن كان عم يرضع طبيعي الأم حليب الأم الطبيعي أو عم يرضع أو عم يشرب الحليب البديل للأطفال، فهون كمان بيكون التفضيل لبعض النكهات عم ينمى، إن كان إيجابياً أو كان سلبياً. واللي كمان أكدته الأبحاث هو إنه نحن منبلش نتقبل نكهة بعد نكهة. يعني أول ما نكون عم نجرب طعم نكهة لطفل، يمكن عم نعطيه شي على كوسة، يمكن ما رح يحبه، ولكن مرة عمرة عمرة رح يكون عم يتقبلها، ولما يتقبل هالطعمة ساعتها نحن نقدر ننقل على طعمة تانية، لأنه تقبل نكهة رح يخلينا قابلين لنكهات أخرى. وبعض الأحيان منكون نحن عم نعمل لينك أو عم نوصل نكهة معينة بالطعام، يمكن نكهة السباجيتي خلينا نقول بشي باختبار حصل معنا وكان منه مريح، يعني هل نحن يمكن أكلنا سباجيتي شعرنا بالغثيان أو راجعنا أو حتى حسينا هيك مرمرنا، هذا الشيء ساعتها ممكن لبعدين يؤدي للينك بين السباجيتي والتضايق، وما رح بقى نرجع نتقبل السباجيتي حتى لعمر حتى لفترة طويلة. يعني إذا حدا كان عم يأكل لحمة وتضايق من بعدها، حتى ولو ما كان السبب الفعلي لها التضايق هو اللحمة بحد ذاتها، ولكن رح يصير عم يعمل لينك، كل ما يكون في لحمة رح يوصلها بهذا الإحساس المزعج، وهيك بيكون عم يخسر هيدا النكهة وما بقى عم يعني ما عم بحب يرجع يتناولها. هذا الشيء اسمه الصوص بيغناز فينومينون، أو يعني ظاهرة الصوص بيغناز، هيدا حسب التفسير العلمي. وبيحصل هذا الشيء كتير مع الأشخاص المصابين بالسرطان، لأغلب الأحيان ما بيعودوا بيتقبلوا بعض المأكولات لأنه كانوا بحالة غثيان وتضايق لما تقدموا لإلهم حيالة نوع من الأطباق، وما بيعودوا بفضلوها، بصيروا عم بيجربوا يبعدوا عنا ويتناولوا مأكولات أخرى. والعكس كمان صحيح، والدراسات بيّنت إذا الأشخاص كمان كان عندهم تجربة أو اختبار إيجابي استمتعوا فيه وكان موجود بعض المأكولات، فكمان رح يعملوا لينك براسهم ودماغهم، رح يكون أول ما عم بشوف هالمأكولات رح يرتاحوا ورح يحبوا يكونوا عم يتناولوها. والدراسات على الحيوان كمان والفئران خصيصا بيّنت أنه لما يكونوا عم يتناولوا نوع من المأكولات اللي هي دايت أو لايت يعني خفيف دسم، ومقابلهم المأكولات الدسمة، كانوا عم يفضلوا يكونوا عم بيروحوا على المأكولات الدسمة ولو تقريبا الطعم هو نفسه. وهذا الشيء تبين لأنه الإحساس لما يكونوا عم يأكلوا هالدسم كانوا عم يرتاحوا أكتر، فصاروا منهم لحالهم عم بفضلوا المأكولات الدسمة. وعند أطفالنا منشوف هذا الاختبار كمان كتير، لما يكونوا عم يتضيفوا أو عم يتناولوا المقالي، الدجاج المقلي، البرجرز، البيتزا والبطاطا المقلية بالمطاعم، ويكونوا مع أصدقائهم أو مع عائلتهم مبسوطين وفرحين، بيرجعوا كمان يعملوا لينك لهالمأكولات، إنه هي هالمأكولات اللي بتفرح، هالمأكولات اللي بتخليهم يكونوا عم يتسلوا. أما إذا نحن بدنا نجرب نطعميهم الخضار مثل البروكولي، الشوربة، ما رح يكون في نفس اللينك، لأنه هن عادة لما نظهر على المطعم أو لما نكون مع أصحابنا ما عادة ما بيكون في تقديم لهالنوع من الوجبات، مشان هيك هذا الشيء بيعزز تفضيلهم للوجبات السريعة الدسمة المدهنة والمقالة. يعني هذا الشيء بتفسر بهالطريقة، ومشان هيك بتعلقوا أكتر بهالنوع من المأكولات. وهون نصيحتي بتكون ما تخلوا أطفالكم يعني ما تخلوا تجبرون يكونوا عم يأكلوا خضرة، يعني تناول خضرة وإلا ما بنعطيك الحلو، لأنه ساعتها بدماغهم بيصير في لينك، بيصير في وصلة بين فكرة أنه الخضرة مثل أساس، وكل مرة بيكون في الخضار قدامهم ببطل عبالهم يكونوا عم يتناولون. أنا بفضل نكون عم نقول لهم تعوا ناكل الخضار، رح يقوونا، رح يخلونا نصير في عنا قوة، نكبر أسرع،
ساعتها كل ما نكون في عم نقدم لهم الخضار بيكونوا عم بفكروا إيجابيا بدل ما يكونوا عم بفكروا عنهم سلبيا. والنوع الآخر كمان من النكهات، مثلا المرورة بالقهوة أو بالشاي أو حتى طعمة السوشي اللي مش كتير بتقبلوها، عل يعني مرارا وتكرارا لما نكون عم نعيد هالطعمة ونرجع نجربها، صدقوني تقريبا بتاخد من 9 إلى 10 مرات، أوقات أقل بكتير، ولكن حيلا طعمة إذا دقناها 9 إلى 10 مرات رح نكون نحن عم نتقبلها قد ما نكون رفضناها بالأول. وهيدا أكيد طبعا لأنه الدراسات بيّنت هيدا الشيء. ودايما إذا نحن عم أطفالنا ما عم يأكلوا طعمة، نحن لازم نضلنا نثابر ونحط لهم إياها بلا ما نكون عم نجبرهم وعم نكون قاسيين معهم، وممكن بالأخير نلاقي نتيجة إيجابية ويصيروا هن عم يتقبلوها. كمان فكرة حابة أخبركم عنها هي عن النكهات للأطفال أو اللي نحن كتير منحبها، يعني يمكن أطيب أكل عنا هي يمكن الدجاج المشوي. إذا نحن كل يوم عم ناكل دجاج، كمان دراسات أثبتت أنه رح نبطل يطلع عبالنا، رح نبطل ناكل هيدا الدش. وهيدا كمان بيحصل مع الحلو، لما نكون نحن عم ناخد حلو منقول بالأخير حليت روحنا ما بقى قادرين ناكل، يعني لما نكرر كتير النكهة لو كنا منحبها رح نكون نحن ما بقى، يعني رح يخف حبنا لإلها. وهذا الشيء بيصير مع أطفالنا حتى ولو شيء صحي وهن بيحبوه، نكون نحن عم نبدلهم بالوجبات، نكون عم ننوع لحتى نكون عم نحرص انه هن يضلن عم يتناولوا من كل شيء وما نركز على فرد نوع لحتى ما بالاخير يقرفوا. كمان هيدي الزهرة بتترجم بخبرية انه لما نشبع نحن من المالح ولكن بضل في محل للحلو، يعني ما بيكون فعلا معدتنا شبعت ولكن بيكون عقلنا قلنا انه خلص حلو كتير اكلنا هالنكهة كتير اخذنا منها، صار وقت نغير نكهة. مش بس المعدة بتشبع ولكن كمان الدماغ بيشبع من النكهة المتكاثرة. أعزائي هالموضوع حبيت أحكيكم عنه، إن شاء الله تكونوا أنتم بسطتوا واستفدتوا وحبيتوا هالمعلومات. دايما انطرونا بمعلومات جديدة ومواضيع اعتيادية أو غريبة ممكن تفيد صحتكم. أهلا وسهلا فيكم، وتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا.